احساس سبيسيال بزاف حيت بحال اللي قلتي اول مره للفيلم غيتعرض هنايا فشي مهرجان في المغرب استاذ تقدر تسافر مع الفيلم ديالك فين ما مشيتي في العالم، ولكن النهار اللي غيتلقى لودونس ديالو لو بوبليك ديالو احساس اخر. دونك لي ما واحد النهار اللي فريمون سبيسيال لي بزاف، وكان شحال انا كنتسناه، متحمسه بزاف وفرحانه بزاف نبارطاجي الفيلم مع الجمهور المغربي. كنظن بلي الفيلم غادي يلقى تعاطف من عند الجمهور، حتى شي دور ما ساهل، ولكن في البريباراسيون الى عرفتي كيفاش توجد بيرسوناج ديالك كتكون نتيجه مزيانه. دائما السينما هي مرآة المجتمع، وهذا كاتبه مريم التوزاني امرأة. كون قريتي السيناريو غادي يعجبك بشكل كبير. ايضا انا اول مره غادي نشوف الفيلم، داكشي علاش غادي نشوف ابخي المونتاج والموسيقى شنو نضاف للكتابه ديال السيناريو. مي سيناريو كبير بشكل كبير، عجبتني مريم التوزاني ايضا في الكتابه ديالها السينمائيه. بالنسبه لي الموضوع ديال ادعم موضوع مهم مهم جدا، خصوصا في هذا الوقت ملي كنتكلموا على الحقوق ديال المراه المغربيه. بزاف ديال الجمعيات سي ان دي اش امين ابو عياش بزاف كيتحركوا في هذا الموضوع، وبالنسبه ليا الفيلم غيجي وغيتعاون باش نتكلموا ندوي على واحد الموضوع اللي هو مهم نتكلموا عليه. حنا كنتسناو بزاف من لا رياكسيون ديال الجمهور المغربي، باسكو اول مهرجان في المغرب كنقدموا الفيلم اليوم، وهذه القصه وهذا الموضوع كيف قلت لك بالنسبه لي كيقيس القلب ديال الناس، وكنتسناو بزاف باش نشوفوا لي رياكسيون ديال الجمهور وديالكم نتوما.